الضغوط لما بتترفع الامكانيات بتظهر اكتر فعلا تستمتع. والتألق، حتى التألق بيدي عندك فرصه للعيبه تألق. لكن خلينا نتكلم برضو على مفاجآت كاس العالم، ومش بعيد ان شاء الله نعمل مفاجاه. شايفين الارجنتين اقصى كرواتيا، يعني او كسب كرواتيا في مباراه اعتقد كانت هتكتب في التاريخ ان المنتخب الارجنتين بيقصي احد الفرق العالميه. هل ممكن ان شاء الله باذن الله كابتن محمد ابراهيم بيتكلم على الضغوط لما بتترفع بتبدا المعنويات تعلى، ممكن جدا يكون ان شاء الله دي بالنسبه لنا حوافز كمان ان احنا شفنا فريق زي الارجنتين بيكسب كرواتيا يكون حافز لينا؟ هو بالتاكيد هيبقى حافز، وانا برضو ليا وجهه نظر في الجزئيه دي. طول ما الضغوط شامل عليك، اي منتخب او اي فريق ليه عوامل نجاح وفي مقومات للنجاح. طيب. كل العوامل النجاح متوفره للمنتخب المصري في الفتره اللي فاتت، سواء دعم من كل الجهات، سواء جمهور، اللاعبين لما اتشمل عليهم الضغط ده، وده اللي بان في زي ما بقول لحضرتك في المباراه اللي فاتت، لما لاعب بدون ضغط ودخل جوه المباراه، اللعيبه دي زادت ثقه عاليه جدا. الناس بتلعب باريحيه عاليه، هتقدر تشتغل. القصه بقى الاهم ان انت مقاومات، انا زي ما احنا بنتكلم بنقول منتخب الدنمارك منتخب عالي جدا، منتخب عالمي، بطل عالم، الكلام ده كله تمام. مقاوماته حراسه طبعا على اعلى مستوى، عنده اجنحه كويسه، عنده خط خلفي كويس، عنده حلول. نفس الجزئيه دي لو جينا اتكلمنا فيها، احنا نمتلك في منتخب مصر الكلام ده كله، يعني عندنا حراسه عاليه جدا، عندنا خط خلفي بالظبط، عندنا مدير فني قوي. فانا اتوقع يعني يا رب اتمنى، يعني المباراه امبارح كان من عندك انت يعني بالظبط يا خالد. كمان سنه 93 افتكر في بطوله العالم للشباب اللي خدناها هنا في مصر، كان فرقه الدنمارك ساعتها فريق مرعب، يعني احنا حتى ما كنا بنسمع اسم الدنمارك بس في البطوله كان مرعب. عايز اقول لحضرتك المنتخب المصري كسب نهائي البطوله باريحيه تامه، عمل مباراه عاليه جدا، واتمنى ان احنا ان شاء الله نحقق ده في المباراه اللي جايه. لاي مدى ممكن مصر يعني نعملها كمنتخب؟ انا اتوقع بنسبه 80% ان شاء الله. 80%. رقم ابراهيم رقم كبير، هو رقم كبير. خلينا نطمح. محمد ابراهيم الرقم مش عاجبه. لا بس استنى طبعا هو بس خلينا بس رايي 50-50 يعني. 50-50 ده على فكره انك بتلعب بطل العالم 50-50 شيء طبيعي.